ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة سوبر ميدل ايست ستيك مان. ماشي، انا هلعب بقى مع ده. ماشي، مع اللعبة بقى. دي اللعبة بتكون محترفة. بص بقى، انا بحب ده قوي. اللي جاي ده وده اهو ده، واخلي ده لونه، وبحب اللون ده شوية. هجيب له بتاعة البطل، وانا بحب دي. ماشي، وهجيب له ايه؟ اجيب له دي، واخليه محترف احتراف العالم. لا، 9، خليه محترف 8. حلو، 8 بالعدل، يكون بالعدل. وانا هعمل اختبار بقى ليا وللعبة. اللي عارفين بقى هو الاختبار، اللي هيوصل لعشر هو الكسبان. اللي هيوصل لعشرة، لا امشي امشي امشي، ما بتمشيش البتاع دي ليه؟ ماشي بقى، يعني اللعبة ممكن تنتصر عليا. فاهمين؟ اللعبة ممكن تنتصر عليا. يلا يلا بقى، خليني اروح. انت أوي 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 أوي. انا عايزك تموت واخلص. ميت، انا زهقت منه قوي. انا بكره بتاعت اللي هي الخشبه اللي فيها الارض دي، بكرهها جدا، ما بحبهاش. عارفين بقى، انا اشوف مين اللي هيسيح، او مين اللي هيتخنق من الميه عايز ياخد نفسه، او مين اللي هيتفرم من السيوف. اطلع اطلع بقى، ايه ده؟ خد دي، احسن تخلص قوي. هي دي اللي انا بكرهها، اكتر واحده بكرهها. يعني ايه ده؟ وحش قوي. بص، انا لا، ايه ده؟ وقعت علشان اجرب اموته، وفي الاخر انا اللي مت. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. الحمد لله، مش يا ابن اللذينة بقى كده، مش يا ابن اللذينة. هو كده حلو. لا، مش عايز اقع. ماشي، خد. لا بقى، بصوا، عمري ما اسمح له. اللي هيوصل لعشرة عمري ما اسمح له انه يكسب. عارفين ايه؟ عمري ما اسمح له. دي انا وانا بطير، وانا بطير مش كويس. انا 5 وهو 4. انا بكره الديناصور اللي انت بتطلعه ده، لكن بحبه لما انا بطلعه. فهمني، يلا يلا يلا. ادي هو اللي اتفرم، ما اتخنقش ولا ساح، ده اتفرم او اتقطع من السيوف. ما تجيبنيش عليه، ما تجيبنيش. انا اللي هجيبك عليها. يلا بقى، ونشوف بقى مين اللي هي اللي هي طحن. لا، السيوف بتقطع، واللي يطحن هي اللي بتسيح عليه، واللي بيتخنق هي الميه، واللي بيسيح هي النار. كده حلو قوي. بالظبط ايوه كده ايوه كده. انا قللت هيلثو، شكلي هقطعه. انا قللت هيلثو. ايه؟ خدي، يلا بقى يلا بقى. دي بتنزل لتحت. ماشي، لما بلمسها بتنزل لتحت. بس شكل الكهربا دي حلوة قوي، عاملة زي عروق الشجرة. ايوه، انا اصلي اخر واحدة. ايه ده؟ ازاي ضعيف قوي كده؟ مع ايه عمله قوته ليفل 8.
بص بقى المرة الجاية هيبقى الاختبار اللي هيوصل لخمسة. اطلع اللي هيوصل لخمسة القنبلة. ايوة بس بتوجع القلب، بحس ان احنا في واحد فينا هيموت. عايز اقطعه، مش عايز اقطعه على طول كده واخلص منه. كسبني على طول. هو سمع الاخبار، هو بيحاول يخليني ما اوصلش لتسعة. لا بقى يعني حبكت ناقص لي اخر واحد. يعني ايه ده، هو سبعة وانا تسعة لسه ازاي؟ طب تصدق ان انا هسيحك او هقطعك، ولا انا اللي ايوه كده. طب انا هديله اخر فرصة، ومش هتراجع في كلامي. لو هو وصل لحداشر يبقى كده خلاص، انا مش هتراجع. يلا بقى تعالى على الشوكة. اوعى تجيبني انا، لان انا من حقي لاني خفت. ايوه مشي. يلا بقى اللي هيوصل لخمسة. جيب له دي ولا جيب له دي. حلو قوي. مش بقى لازم انا اغير حاجة من عندي، مش اجيب دي. حلو ده انا يا ابن الذين شفتوا ده فرم البيت، فرم البيت. ايوان يلا، انت عمرك ما هتهزمني. صح، انتي تعمل حاجة اخليه تسعة. تسعة حلوة قوي اهو. يلا بقى. لا ما تهزمنيش. يعني المرة اللي فاتت كانت اسهل. يا ابن الذين ده شكله مش هيتهزم، ده اصعب اختبار. يعني انا جبت له اقوى حاجة. ياس، ده وقع نفسه. لا ايوه ده هلسه نقطة. يعني كان هلسه نقطة خلاص. ايوه بحب انا تحت القطر. خد دي واطلع لفوق، خلي القطر يحترمك. ايوه بقى. ايوه اطلع. الحمد لله. كنت عايز اصبر شوية واشوف القطر هو بيدوس عليا. يلا انا شكل المباراة دي هتاخد ساعتين بقى. المكان ده، لان المكان ده مفهوش اي حاجة تخنق ولا تسيح. ده يبقى فرخ مشوية، يبقى انسان مشوي. يبقى انسان مشوي، والناس بقى يدوروا عليه وياخدوه وياكلوه بقى. ايوه كده. عارفين ايه انسان مشوي دي؟ انسان مشوي. ياك، اطلع. الحمد لله. ده في خدعة قوي دي، اللي هو اللي يعمل كده في البحر، ينزل بالقوة دي في البحر. خدعة تحفة بيها. هي اصلا الآلة دي فيها خدعة تحفة. يلا هلسي. ده هلسه ربع، اكتر من ربع بشوية. لا بقى، مش هسمح لك تهزمني، لان لازم يكون الانسان الحقيقي
هو الكسبان، مش اللعبة اللي تكون كسبانة. اللعبة ازاي تكون كسبانة؟ هي اللي فاتت. لا ايه ده؟ يا لهوي، انتهى الامر، انتهى الامر. دي هو اللي كسب. ازاي بقى؟ ازاي ايه ده؟ هو الخط ده انا ما كنتش اعرف الحاجه دي، انا دوست عليه كده على طول. ايه ده؟ ازاي؟ انا عايز اجربها كده. يا عيل قرف، انا اول ما دوست عليه حصل كده. ازاي؟ يا حلوه حلوه، مش كده؟ تخيلوا مثلا عملت كده، ديجي عملتنا كده، وعملنا كده، وعملنا كده. بصوا، يلا 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 تعالي، وعملنا كده. تيجي نجرب بقى. في احمر وفي ابيض، بس انا مش عارف هو ده انا ولا التاني انا، بس شكله مقرف مش كده؟ اسود مقرف، لما يجي عليه ابيض يبقى حلو. بصوا يا صحابي، انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. ماشي، سلام.